لو الحكاية فيها إن فيتو آدم أعضاء يعني، فواجب علينا إحنا نيجي نتفق مع الوزارة بتاعنا، وإحنا شايفين ده ضرورة وحقنا وحقهم علينا برضه الناس المحترمة إن إحنا نتفقهم، بس أنا مش هقول أنت فيهم. يعني هو خلاص الموضوع حسم بقى بالقرار النهائي، فهو قرار بينفذ حاليا بناء على هذا، وانا شايف ان ده يعني صالح النوادي كلها. ابتدي بقى مجلس اداره جديد مستقر، الناس اشتغلت كده كويس. انا وسهلا.